اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه صلاح الدين الفضائيه لقاؤنا يتجدد معكم في برنامج حوار مفتوح وحلقه اليوم التي سنتحدث بها عن امور سياسيه كثيره تخص الواقع السياسي العراقي هذه الايام وما يتعلق برئاسه الجمهوريه والخلافات ما بين القوى السياسيه حول هذا المنصب وحول ايضا ربما سيكون هناك ايضا خلافات حول منصب رئيس الوزراء ولكن حسب المعلومات والاخبار انها ستكون سله واحده التصويت على رئيس الجمهوريه واختيار رئيس الوزراء في نفس اليوم. يعني حيكون نفس اختيار واحد. الحديث عن هذا الموضوع واكثر فيما يخص ايضا العلاقات الكرديه الكرديه سيكون او يكون معنا اليوم النائب صباح صبحي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم سعيدين جدا مره ثانيه اشكر احنا وعدنا الجمهور راح يكون عندنا لقاء اخر اكيد, فل... أكيد. لبيت الدعوه وانا اشكرك شكرا جزيلا اهلا وسهلا بكم اهم نقطه نتحدث بها هي موضوع رئيس الجمهوريه الحزب الديمقراطي الكردستاني اصر في بدايه الامر على وشار زباري كما اصر الاتحاد على برهم صالح والمحكمه الاتحاديه كان لها ايضا صولة في هذا الموضوع وابطلت ترشيح السيد وشار زيباري وتم ترشيح السيد ريبار في ريبر ريبر وزير الداخلية في الاقليم في فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة ايام رشح في هذه الفترة مو هو لو لحد الان باب الترشيح مفتوح مفتوح الى يوم الخميس نعم الى يوم م. الخميس ما كان ممكن انه نتلافى هذا الشيء لان يعني كنتم مصرين وهم ايضا كانوا مصرين، حكينا بهذا الموضوع في الحلقه السابقه. نعم. وهذا الإصرار يعني كان لها أسباب يعني هاي الأسباب اللي فرض علينا هذا الإصرار هو تعنت الجانب الآخر المتمثل بالاتحاد الوطني الكردستاني ومع الأسف أقولها يعني على موقف غير منطقي وغير عقلاني وهذا المنطق قائم على وجود أكو سبب غير ظاهر؟ لا الأمور واضحة وهو انه قبل يعني قبل اربع سنين هم اخذوا رئاسه سنين رئاسه الجمهوريه وقبلها من أخذوا هم من أخذوا 2003 لحد الان ف مستندين على نظريه التوالي م. التوالي وفقا ل بدون اي اساس وبدون اي قاعده ماكو اتفاق؟ ماكو اتفاق لان الاتفاق وقام على الجلوس على طاوله المفاوضات وهم مصرين على مرشح الوحيد لهم على الرغم من انه يوجد ايضا مرشحين اخرين على يعني محسوبين الاتحاد نعم محسوبين على الاتحاد الوطني لكن لحد الان ماكو اي اتفاق ونحن ايضا يعني لدينا الاحقيه الدستوريه والاحقيه الانتخابيه وعندنا قاعده جماهيرية يعني بسبب نعم. خلافكم على برهم صالح رشحتوا لا يعني لو مرشحين شخص لا موافقين موافقين عليه انتم مو مساله عناد يعني احنا هاي مساله مساله الثقه بالنفس ومساله الاستحقاق ومساله اخرى انه احنا اه لازم نوضع حد لمساله الاحتكار للسلطه او التعنت اي ايه ماكو شيء حتى بالنسبه لنا اذا احنا همنا ما حصلنا على نتائج الانتخابات يعني هو حقية للطرف الذي يحصل على الأغلبية آه. مو مسألة يعني أنه أنت عندكم أصوات أكثر ومقاعد أكثر نعم. برلمان من حقنا من حقنا م. وهذا الأمر أعتقد هو مقبول من كل الجوانب جوانب وإذا أريد نعطيكم رئاسة الجمهورية فبالتوافق بالتوافق هذا الرسالة الذي وجهها الرئيس مسعود البارزاني من بداية الجلسة الأولى أنه إحنا يجب أن نكون يعني متوحدين داخل قبه البرلمان لانه حقيقه نحن حتى واذا اتحدنا فيما بيننا فنشكل اقليه في داخل البرلمان. اذا يجب ان يكون هذا الفكر الاتحادي موجود ومنغرس داخل كل الاحزاب الكردستانيه خصوصا في هذه المرحله الحساسه. يعني مرحله تعرف حضرتك يعني مرحله متشابكه معقده هناك شرخ داخل البيت الشيعي هناك عدم انسجام بين الطبقه الحاكمه والنخبه السياسيه مع الشارع لا يوجد هنالك خدمات يعني خصوصا في وسط وجنوب العراق يعني هاي المساله يعني مساله حساسه ومساله خطره ايضا في نفس طيب. الوقت الان مفتوح باب الترشيح هل المرشح باقي نفسه لو راح يتغير نعم في باله مرشح السيد ريبر. ريبر أحمد وزير الداخلية في إقليم كردستان هو مرشحنا الوحيد في هذه المرحلة وهنالك أقاويل تأتي هنا وهناك لكن لا ليس صحيحا هاي الأمور التي يقال إنه سوف نرشح شخصا آخرا بديلا عنه لكن هاي الأمور هل طرحت أسماء جديدة يعني مثلا؟ لم تطرح أي أسماء جيد. جديدة نعم. أكو فقرة بال من فتحوا باب الترشيح نعم. يرشح لمره واحده شنو هذه الفقره الفقره هو حقيقه احنا في لما سمعنا قرار المحكمه يعني اثنينا على هذه القرار لانه قرار متوازن الى حد ما يعني نلاحظ بانه قد اوكل القضيه الى اعضاء المجلس, المجلس وهم م. يعني نواب عن الشعب وهذا شيء يعني طبيعي نعم. يعني بخلاف قرارهم السابق يعني، هذا القرار يعني يبين ان المحكمة نظرت إلى هذه المسألة نظرة معمقة ونظرة متوازنة في نفس الوقت تراعي فيها مصالح الشعب العراقي. حقيقة القضية هو احنا عندنا قانون. قانون أحكام ترشيح رئيس الجمهورية. طيب. رقم 8 2012 هذا القانون عندما صدر يعني صدر بماده رقم اثنين أتها اه تلزم الاطراف كافه الاطراف الى تقديم المرشحين في مده لا تتجاوز ثلاثه ايام. ايام نعم. ويجب ان تنتهي المساله بثلاثين 30 يوما. اه. مساله اختيار رئيس الجمهوريه، لكن هاي هذا القانون وهذه الماده بالذات وكذلك الماده الموجوده في الدستور ماده 70 يعني هذا المادة انهارت أو توقف العمل بها لسبب أساسي ألا وهو عدم الحصول على هذه بعض النقاط, النقاط اللي الأساسية نعم ومرت 30 يوم نعم فماذا حصل؟ إحنا صار عندنا حالتين ماكو بالدستور تفسير لهذه الحالات الحالة الأولى أنه هل يبقى السيد دكتور برهم صالح في منصبه المحكمة الاتحادية قضت بذلك النقطة الثانية المهمة يبقى المرشحين يعني مسألة الترشيحات مسألة في غاية الأهمية لأنه حقيقة نحن يعني ما معقول أنه نذهب إلى هذه العملية ونستمر بعملية الاختيار أو انتخاب رئيس الجمهورية بدون مرشحين هذه المسألة على الرغم من انه نحن فسرنا هذا النقطه الاساسيه حسب يعني تصورنا او تعمقنا في هذه المواد باعتبار ان الثلاث ايام الترشيح وكذلك الثلاثين يوما هي مسائل تنظيميه وليست اجراءات يعني يعني قاطعه أو إيه ما قطعية ما ممكن, أنه ممكن, ممكن لأنه, لانه هي تنظيميه اصلا يعني اسامه صالح يعتبر مرشح برهم هو مرشح اكيد وانه في يعني ما يحتاج يقدم مره ثانيه لا يقدمون آه. يقدمون بس هذه التقديمات يكون لغرض مره ثانيه انه سوف يكون الامور الروتينيه شكلية. يعني شكليه بس هاد نفس الاجراءات ستتم على كافه جد الطول, الطول هو حقيقه احنا مساله, مسألة وعداله هاي ثلاثة ايه. ايام بالنسبه لفتح باب الترشيح حسب قرار المحكمه يبقى المساهله والعداله نحاول قدر الامكان تقليص المده من ثلاث ايام الى يومين. لانه يوجد هنالك يعني تقصد يومين مال المساهله العدالة ويومين كل كله كله مال القيد الجنائي مال كل القضايا يعني تتوقع الاسبوع القادم راح يكون؟ الاسبوع القادم لا صعبه أسبوع. لانه حقيقه عندنا ثلاث ايام ايضا للطعن. لانه هنالك ايضا يعني بعض الاسماء لم تطرح. مم. يعني هؤلاء يطعنون م. وقانونيا هناك ثلاثة أيام للطعن هذا لا يمكن مساسها طيب. لكن المسائل الروتينية بعد الأخرى أيام أخرى ما عندنا شيء يعني خمسة أيام تقريبا خمسة أيام إلى ستة ست سبعة أيام آخر شيء يعني لا. لا. فهذا المسألة لما تنتهي يبقى, يبقى مسألة التوافق أو الاتفاق السياسي حقيقة نحن نعرف أنه مسألة العمليه السياسيه بالرمتها تعتمد على الاتفاق السياسي ماكو الان اي حراك قبل لا تنسد الباب الترشيح ماكو اي حراك ما بين الديمقراطي والاتحاد اكو حراك اكيد اكو حراك يعني واحنا باب التفاوض مفتوح قبل همنا نقول يعني اكو جلسات اكو اجتماعات ماكو اجتماعات ماكو اتصالات ماكو اتصالات بس هذه الاتصالات يعني ما منقطعه في قضايا اخرى أكيد. مثلا كان عندنا بيان مشترك م. في مناسبة الانتفاضة انتفاضة إقليم نعم. كردستان وانتفاضة الشعبانية نعم. عام 1991 يعني هاي الامور احنا عندنا يعني اتصالات وما عندنا اشكاليه يعني هسه الخلاف ما ما بين الديمقراطي والحزب الاتحادي فقط في موضوع منصب رئيس الجمهوريه نعم. يعني باقي الامور هاي الامور لحد الان يعني تعرف يعني البرلمان في تقريبا في حاله ركود يعني لانه اللجان لم توزع لحد الان. يعني راح يدخلون انتخابات برلمان اقليم كردستان مع بعض. على انتخابات اقليم كردستان. اي اللي حددت حديد في الشهر العاشر. العاشر. نعم راح يدخلون اكو اكو مباحثات حول هذا الموضوع. على يعني تشكيل كتله واحده؟ لا ما معقول يعني احنا حقيقه الخصوصيات الموجوده في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. يعني هنالك اختلافات في وجهات النظر وهذا الاختلافات لا يؤدي الى الفراق طبعا لانه مساله الاختلافات مساله يعني صحيه في الدول الديمقراطيه هذا المشروع الذي ينص على توحيد الكتل وخصوصا هاتين الحزبين هذا الزمن قد ولى <applause> هذا الزمن لن ياتي مره اخرى جميل لانه ما ممكن ان تخسرون الان المكتسبات التي بالضبط. حصلت من بعد إلى حد الان كل كل طرف عنده جماهير. الاستثمار والبناء والاعمار وهذه الحياه الجميله ما ممكن ان تخسروها في لحظه في يوم وضحاها يعني اكيد اكيد لازم يعني السياسي يفكر بمصلحه شعبه في أكيد. مصلحه المجتمع هذه الاولويه هذه الرساله اللي احنا طرحناها قبل همنا يعني لكافة السياسيين في إقليم كردستان خصوصا بعض الأحزاب السياسية أو الحركات الذي لا لا نسميها طيب لكن هم معترضين على الحكم والنظام السياسي برمته يعني طيب هذا الشيء غير مقبول الحراك آه مع الإطار التنسيقي والاتحاد اللي موضوع يعني محكمة اتحادية وتأجيل الجلسات هذا كله حسب المعلومات أنه جاء من إطار أو من اتحاد هذه العلاقات هل كان لإيران دور؟ أنت في لقاء سابق نعم. قلنا إيران ايديها شوية خفت ولكن اتضح أنه ربما هناك أيادي خفية قاعدة تتحرك لا أنا قلت إنه إيران قد ما تكون ضعيفة في بالنسبة لقوتها في داخل العراق وبالنسبة لي الحساب التي يعني تساند هاي وتدعم هاي الجهات لكن ستبقى ستبقى قويه وتبقى الفاعل الاساسي والرئيسي بالنسبه للعمليه السياسيه لانه اولا يعني بلد جار بالنسبه لنا وهم ايضا مهتمين بالوضع السياسي والوضع ايضا هم لديهم يعني مسألة المصالح الشيعية م -م. هي مصالح استراتيجية بالنسبة لهم م -م. مو بس في العراق م -م. في اليمن في كل المناطق اللي بها في, نعم. في سوريا في م -م. كل المناطق في العالم م -م. يعني إذا نحن أقرب أقرب م -م. إلى برامجهم م -م. وأكيد هم يعني أتهم زيارات صارت أكو زيارات أتراه. أكيد أثروا ولكن لحد الآن السيد مقتدى الصدر مصر يمكن انتم خلال اتصالاتكم الاجتماع الاخير اللي صار ما بين الحزب الديمقراطي والتحالف السني وايضا الشيعي مصر على ان عدم ادخال تحديدا السيد المالكي في العمليه السياسيه وهذا اللي سبب الخلاف ما بين الاطار هو حقيقه هاي المشكله برمتها ممكن ان تنتهي لكن الوقت لم يحن بعد لانه الشروط التي قدمها السيد مقتدى الصدر للاطار التنسيقي لحل المشكله شروط غير تعجيزيه، يعني قابل للحل وهو تحييد بعض القوى واستبدال هذه القوى وان تذهب الى المعارضه والبقيه ممكن ان ياتوا الينا في حكومه اغلبيه وطنيه. هاي الامور ممكن حلها، ممكن تجاوزها اكيد. لكن لحد الان يوجد هنالك فكره لكن هاي الفكره انا اعتقد انها ستواجه في طيب الفكرة, الفكره هو انه الاطار التنسيقي تبقى موحده طيب لا يمكن تجزؤتها وهذه الفكره يعني ليست مبدئيه م. الاطار التنسيقي سووه مبدئيه م. بس الـ الـ الفكره اذا صارت عمليه براغماتيه ممكن تحيد بعض القوى اللي موجوده بالقطاع مثلا على اساس يعني هم هذا يعني هذه المشكله طبعا خاصه بالبيت الشيعي هذا لا يمت يعني هو هذا الحل منه اللي وهذا الحل طرح مسبقا من قبل السيد مقتدى الصدر في كون نحن يعني نستقبل خلال الاجتماعات نعم نستقبل اي قوه تاتي الينا ويترح هم ايضا ناقشوا فيما بينهم لكن توصلوا الى فكره هذه الفكره المبدئيه انه الاطار التنسيقي لا يمكن ان تجزأ. وهذه المشكله ادت الى ايضا يعني ردوا ردوا على هذا جاوبوا على هذا الحل وما وافقوا ما وافقوا يعني السيد هادي العامري يعني اعلنها صراحه في احد المناسبات انه اطار تنسيقي غير قابل للتجزئه. طيب وهذا الشيء يعني عقد الامور اكثر واكثر، وهاي الامور ممكن ان تؤدي الى الم... ما صارت مناقشات خلال هذه الفتره بغداد ببغداد؟ آه يوجد هنالك مناقشات لكن آه هاي المناقشات داخل البيت الشيعي يعني موجود مستمره لحد يومنا هذا، لكن مو شرط كل شيء يعني يعلن، اكيد هنالك آه اتفاقات، اكيد هنالك يعني بس كثير من الدول حتى الدول الاقليميه دخلت حتى قطر حسب ما عرفنا دخلت يعني باتصال مع السيد مقتدى الصدر يعني عادة الصورة أو اللحمة ما بين البيت الشيعي وما وافق هنالك يعني قبل احنا خلي نتذكر انه السيد مسعود البارزاني ايضا يعني نعم بادر يعني الاولى نعم ارسل وفد رفيع المستوى نعم من السيد نعم بارزاني الى شنو كان الرد اكيد طلعتوا على هذا هو الرد كان واضح بالنسبه لنا وهو ايضا يعني اعلن لا اريد الرد يعني نصا اكيد إنه يكون نص معين من السيد مقتدى صدر. هو اعلن فيما سبق قال نحن مصرين على حكومه أغلبية, اغلبيه, وطنيه لا بس هو كان المبادره ان الاطار التنسيقي يتحد مع نعم. مع التيار الصدري يعني يرجع البيت الشيعي موحد لا ولكن نعم. السيد السيد الصدر ما وافق يعني قال خلي يجون بس بدون المالكي هذه اجابه كانت له غيرها لا هو الفكره الاساسيه يعني باعتقادي يعني م. ممكن ان يعني أتحدث باسمه يعني ايه. بس مو شرط انه نعم. يكون كل هاي بس انا يعني باعتقادي انه الفكره الاساسيه هو انه السيد مقتدى الصدر هو يريد انه يكون طبقه داخل البرلمان تعرف بالمعارضه م. هاي اول مره ترى من 2003 ماكو شيء مهم جدا فهذا الشيء يعطي قوه للحكومه أكيد. لأن الحكومه راح تصير بالإضافة مراقبة. مراقبه بالاضافه م. الى ان البرلمان هو اصلا جهاز تشريعي رقابي فهذه الطبقه الموجوده داخل برلمان المعارضه ستقوي من يعني جبهه الحكومه وراح تكون رقيب عليها لانه اكو مصطلح يرددوه هو الكتله الصدريه هو تصحيح المسار. مساله تصحيح المسار. اكو جديه بهذا الموضوع. اكو جديه واكو نيه انه يدخلون العمليه السياسيه على هذا الاساس. وطبعا الاطار التنسيقي ايضا لهم فكره واضحه انه ايضا هم يعني مو وحيدين داخل اكيد العملية السياسية لهم أن إنهم استقطابات أكيد عندنا يعني. حديث طويل بهذا الموضوع أستاذ صباح خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل حديثنا وياك مشاهدي الأعزاء فاصل قصير نرجع نكمل حديثنا مع النائب صباح صبحي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مشاهدينا الاعزاء نعود وياكم وبعد هذا الفاصل ونكمل حديثنا مع استاذ صباح نائب عن حزب الديمقراطي الكستاني نائب في البرلمان العراقي كنا نتحدث عن انه الاطار ايضا عندهم اصوات واعلن السيد المالكي انه 133 صوت ما اعرف قال عزمهم رايحين وياه اكثر من 133 صوت اعلنوا أي. مساله التحالف الوطني الثبات الوطني هذا التحالف اللي اسسوه يعني متكون من عدد كبير من ال الاحزاب والكتل ليش الموجوده ليش تخلص التحالف مالتكم؟ بلي التحالف مالتكم تقلص؟ التحالف الثلاثي؟ اي لا ايش قد العدد؟ ثابت يعني اكثر هو التصويت دليل على انه تحالفنا يعني على ميتين؟ صار 206 اي آه كان عدد الاصوات اللي ايدوا ايش قد بقوا من عندهم؟ 62 لا 206 اي ايش قد بقى؟ اللي لا ذاكي. احنا ما نحسبها آه. هيك شيء لانه كان اكو يعني بعض الاعضاء لم ياتي الى مع العلم انه احنا نعرف انه هذا هسه عندكم التحالف تقريبا التحالف الثلاثي يعني آه اني اقول يعني التحالف الثلاث تقريبا لانه هو مو شيء ثابت نعم. لانه لا. اكو هم من النواب آه مستقلين احنا نعرف يعني عشرات خلينا خلين احنا ناخذ يعني تقريبا, تقريبا تقريبا اكثر من 200 200 صوت يعني اكثر من 200 يعني, يعني, اغلبيه اغلبيه بس مو ثلثي الثلثي مو احنا عندنا من عندنا مرحله ثانيه بالنسبه لرئيس الجمهوريه اي طبعا هاي المساله مسألة مرحلة المرحله الاولى اذا ما اخذ ثلثيه بالمرحله الثانيه راح يكون اغلبيه 70 من الدستور الاغلبيه هي اللي تحكم نصف زائد واحد نصف زائد واحد بالضبط بس احنا شو يعني ضامنين رئاسه الجمهوريه رئاسة الجمهورية إذا صارت هنالك تكملة للنصاب القانوني لأنه نصاب قانوني في مسألة جلسة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية, الحضور والتصويت ثلثي عدد الأعضاء لازم حاضرين طبعا م. هو قرار المحكمة الاتحادية م. السابقة أنه ألزم المجلس النواب على أن تكون جلسة خاصة يعني إذا امتنعوا 133 نائب اللي هم من ال راح يكون هنالك الثلث المعطل زياده هو الثلث 120 الثلث المعطل 110 وشيء تقريبا 110 تقريب يعني اذا يعني ما يحضرون دولة يصير ثلث معطل معطل نعم ماكو جلسه ما شنو شن راح يصير النتيجه؟ حقيقه هذا الوضع سيزداد سوءا سوءا وتعقيدا ونتجه الى النفق المظلم وراح تكون يعني مرشح انه ان تكون هنالك انتخابات مبكره حل انتخابات جديده طبعا لانه حقيقه ان تكون يعني في اطار برلمان معطل وبرلمان جامد فهذه العمليه السياسيه سوف تنهار لا يمكن يعني تستمر الحكومه حكومه تصريف اعمال احنا ما عندنا مثلا رئيس جمهوريه همنا رئيس جمهوريه تصرف اعمال اذا هسه يعني ما اي قرار ما يخص اي, ما أي ما قرار يعني هسه حتى حتى مساله التشريعات التشريعات القانونيه تتطلب تتطلب جلسات انه تكون هنالك حكومه حتى تبدا بالمساله التشريعيه والرقابيه اذا طيب ما ماكو حكومة هذا الحديث مهم جدا موضوع الثلث المعطل يعني احنا راح نبقى ننتظر جزء الجلسه ما تعلن مال الانتخاب الى ان يتم التوافق والوصول بفضل. الى الرقم نعم وهذا هو الفكرة الأساسية وهناك قوى تلعب على الحبلين نعم لكن أنا بتوقعي وحسب دراستي للواقع العراقي منذ 2005 إذا نقول من بداية العملية السياسية لحد هذا اليوم أنه العراق مر بهذه الفترات مو على على مسار رئاسه الجمهوريه انما نعم. فيما, فيما يخص رئاسه الوزراء وتشكيل الحكومه يعني كان عندنا 11 الشهر يعني قبل 2010 بس مسألة رئيس الجمهورية الخصوصية مالته أنه أكو تحديد في الدستور 30 يوم وحتى المحكمة الاتحادية ألزم البرلمان أنه يقوم بعملية الترشيح وكذلك اختيار رئيس خلال فترة موجزة إيجاز يعني هو أكد على هذه الفترة أنه يكون فترة قليلة حتى ممكن يجب أن ندخل إلى المسألة اختيار رئيس الحكومة تشكيل حكومة هاي احنا هسه بدنا نحكي عن الثلث المعطل نعم. حتى يسمعون الجمهور والمشاهد الكريم الثلث المعطل الان اللي دا يشتغلون عليه الاطار التنسيقي مه. على الاعلان مالهم انه صار عندهم 133 او اكثر يعني الثلث ثلث معطل نعم ما, ممكن انه ندخل إلى ما راح يعلن جلسة رئيس جلسة. البرلمان ما راح يعلن جلسه اذا لا يعلن جلسه بس ايه؟ ما تكتمل النصاب القانوني ماكو 220 وعشرين نائب هناك ف آه ممكن ان تؤجل الى كم يوم اذا احنا آه سوينا هذه الجلسه قبل 30 يوم ممكن م. ان تؤجل الى كم يوم بس بعد ما تنتهي 30 يوم ستنهار العمليه السياسيه شنو ال الدستور شو يقول؟ ماكو اي شيء اخر اي فقره بالدستور ماكو؟ ماكو حول هذا الموضوع؟ حول هذا الموضوع اذا ارتأى انه طبعا هذه المساله ماكو علاج لها الا مساله يعني حل البرلمان يعني هذا هو الحل يعني, الرئيس يعني الرئيس احنا ما عندنا فقره بالدستور تقول اذا لم لا 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 ماكو ماكو ماكو, ماكو, ماكو الماده السبعين واضحه وعندنا مواد متعلقه برئاسه الجمهوريه وانه انه تنتخب البرلمان رئيس الجمهوريه في مده 30 يوم من, من اول جلسه يعني في حال عدم انتخاب؟ ماكو ما مذكور؟ ما مذكور عجيب ايه ما مذكور خلينا نتفائل، خلينا نقول كمل التلتين واختارينا رئيس الجمهورية الحكومة راح تتشكل من تحالف ثلاثي أول شيء إحنا لازم نعرف أنه هذا العملية السياسية لن تستمر أو لن تكون يعني هنالك حكومة قوية بدون توافق شيعي يعني بدون اتفاق شيعي ما ممكن أن تستمر عملية سياسية بالقوة اللي إحنا م. هو أصلا العملية السياسية شوية بضعف م. في العملية في العراق تشكيل حكومة في تشكيل حكومة وقوة الحكومة، أكيد. فما بالك إذا كان البيت أسهل. الشيعي يعني منقسم إلى قسمين، أنا أعتقد بأنه التوافق الشيعي لا مفر منه في مسألة تشكيل الحكومة تعتقد إذا صار توافق شيعي يصير توافق كردي؟ أكيد لأنه التوافق الشيعي في مسألة تشكيل الحكومة يخلي الاتحاد وحدة لا مو مسألة الاتحاد فقط وإنما سوف هم أيضا يتفقون فيما بيننا يعني إما نحن أم الاتحاد الوطني يعني ونحن همنا قدمنا هذه الدفوعات اللي عندنا وقدمنا اللي الفكرة المنطقية اللي قدمناها هم اللي يعرفون من العالم طيب حقاً. إحنا إذا أكو متحسب قول السيد مقتدى أن هناك معارضة فإذا التحالف الثلاثي اتجه إلى تشكيل الحكومة هل ستكون الحكومة مثل سابقاتها يعني قدم لي أسماء وأختار ولو شلون إذا افترضنا جدلا أنه تم يعني تشكيل الحكومة وفقا لإتحاد الثلاثي أه أكو طرحتوا هاي الفكرة خلال الاجتماعات؟ لا لأنه هاي الفكرة مبكر جدا أنه نبحثها في مساله احنا ما, يعني ما حددت مسألة. مثلا انت كم وزاره هذا كم وزاره لا هو هذا اكو استحقاق ايضا انتخابي في هذه المساله فيما يتعلق بعدد المقاعد احنا كاكراد بس خلينا نقول انه مساله المكون الكردستاني يحصل على ثلاثه وزارات الخارجيه، الماليه والعدل يعني هاي ثلاث وزارات اللي قلنا رئاسيه او سياديه العفو السياديه ف احنا لما ندخل الى المعترك هذا المعترك مال توزيع المناصب نشوف شنو اللي عندنا اذا صار عندنا رئاسه جمهوريه راح تختلف اذا احنا يعني ليش نقول التوافق مع الاتحاد ضروري مهم جدا حتى تبقى حتى الوزارات ضمن اطار الكرد حتى احنا نستطيع انه نوزع هذا المناصب والوزارات بالطريقه العادله اللي هم ما مقتنعين به بس الاصرار على هذا النقطه يعني يزيدنا اصرارا على اريد اذكر صغير اللي يصير الان في اوكرانيا وروسيا الرئيس الاوكراني طرح انه يلتقي بالرئيس الروسي ورغم الحروب هسه اللي والفجارات والتبادل الصواريخ وقال اني اقعد واتفاهم وياه وايضا يعني ممكن نحل هذا الموضوع ودا يصير هسه بالعالم تبادل السلطات سهل جدا يعني ماكو اي مشاكل فاز شكل حكومه وسلمها ليش عندنا بالعراق على ابسط الامور يختلفون وبصعوبه ان يصالحون مساله التوافق التوافق الديمقراطيه التوافقيه اللي عندنا توافق ديمقراطيه هشه السبب شنو؟ احنّا عندنا توافق على مستوى الحكام الحاكمين م. أو أصحاب القرار، وعندنا توافق على مستوى الشعب. حس التوافق على الشعب موجود 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 ومرتاحين مرتاحين ماكو بس احنّا نريد الساسة يتفقون الساسة عندما يتفقون اه اكو مصالح حقيقة يعني احنا هذه آه المصالح آه. آه. مصالح شخصية او شعب؟ لا هو والله شخصيه سعد بدون مجامله يعني حقيقه احنا ما نقدر نحكم على هاي الامور بس لانه الشعب لانه في اوروبا والعالم كله وحتى دول قريبه من عندنا هذا الرئيس الاوكراني من راح يريد يقعد ويا بوتين لمصلحه شعبه اكيد والرئيس أكيد السابق اللي كان مسجون اجى كون لواء حتى يدافع عن بلده وشعبه حقيقة طيب يعني احنا اذا يعني جايين العفو انت انت ممثل شعب يعني هذا انت برلماني منتخبوك شعب انت من تجي حتى تحل مساله معينه تفكر بالناس اللي انتخبتك اكيد انه الان وصل اسعار المواد الغذائيه والطاقه وصلت الى مراحل خطيره جدا نعم. وتؤثر على المجتمع الناس المجتمع البسيط فاذا ما نفكر احنا بالمجتمع وبالناس ما راح تنحل كل شيء اكيد بس احنا لازم ما نخلط هاي يعني الامور لانه مساله ارتفاع الاسعار لا انا مصلحه الناس مصلحة كشيء عام مثلا الكهرباء، الماء، الطرق، الجسور، هاي الخدمات نعم هاي, الأساسي. هاي الاساسيات بالنسبه للمواطن يعني ضروريه في انه الحكومه لازم تكون يعني توجهها نحو الخدمات <applause> وهذا النظام السياسي الجديد <applause> اللي اتبعه معظم القاده في العالم يعني قالوا احنا جينا وفقا لبرنامج سياسي معين بس لما احنا ندخل لل النظام السياسي ننزع هذا الرداء السياسي ونصبح الدولة. نصبح احنا بالشعر. المواطن مم. اهم شيء بالنسبة لنا وهذا سووه ربعنا مع الاسف يعني, يعني. هذا يعني تقييم للمواطن العراقي يعني, يعني, يعني يعرفون ها جيدا ها انت ان ان تيجي تطب للبرلمان وعندك يعني. لا يقل عن كم الف صوت من تخبك. طيب يا اخي ليش تفكر بس بنفسك يعني انت من تديج تريد تعارك على على المناصب او على الحكومه وعلى رئيس الوزراء مو هذا الموضوع الموضوع أنت تختار الشخص المناسب رئيس وزراء يحل لك هذه المشاكل اي اقل اقل يعني شيء احنا ممكن انه نقارن به حكومه الاقليم على الرغم من كل هذه الصعوبات الماليه اللي انت يعني واجهت صعوبات كثيره اي نشوف م. الخدمات يعني مسألة الكهرباء وإذا كان يعني ليس بالمستوى الطموح طموح لكن أكو به الشوارع يعني بس الإعمار أيضاً تأثرت الآن في هذا الظروف أكيد تأثرت بس إحنا حضرتك كم تشوف الفرق مم. كبير أكيد طبعاً طبعاً. شاسع كبنى تحتية يعني وكمشاريع أحنا نعم أحنا كهذه المشاريع وهذا يمكن 7% بس ناخذ من موازنة العين. نعم يعني هذا السبعة بالمية إذا كان يعني هذه الميزانية أكبر وكان ما في يعني أي مشاكل في مسألة الرواتب والمستحقات المالية يعني كنا شيء آخر بس مع الأسف من منين تأخذ فلوس؟ من حكومة الإقليم نفسها يعني يعني نطوهم النفط وغير النفط يا يعني طبعا هو الميزانية في إقليم كردستان تقسم تقسم يعني ياخذوها من الوزارات؟ لا شوف مم. يعني هو احنا عندنا مساله الضرائب ومساله الواردات الايرادات يعني. مال يعني. الحكومه، المنافذ الحدوديه وكلها السياحه وغيرها تجمع هاي الايرادات كلها وتقسم حسب عدد الموظفين وحسب، واحنا عندنا المشكله الاساسيه اللي عندنا على الرغم من انه لا يوجد هنالك حل يعني لهذه المساله لانه احنا بدينا بهذه موضوع رواتب موضوع اي طبقة الموظفين طبقه واسعه وشاسعه يعني نعم في المقابل لا توجد هنالك بديل يعني القطاع الخاص قطاع ضعيف يعني م. ما ممكن اعتماد عليه من اجل يعني المواطن يقدر انه يشتغل في القطاع الخاص ماكو ماكو مشاريع او شركات ممكن ضعيفه يعني اكو لكن مو بالمستوى اللي احنا أكيد. نقدر نعتمد احنا قبل في زمن النظام السابق كنا ما نشتغل بالدوله لانه ما رواتب نشتغل بالقطاع الخاص كانت شركات كثيره نعم. موجوده استثمارات محلات كان ممكن نعم. تشتغل يعني وصار ولكن الان مغلقه وهذا حديث طبعا طويل خلينا ناخذ فاصل نعم. نرجع نكمل حديثنا وياك مشاهدينا الاعزاء فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع النائب صباح صبحي مشاهدينا الاعزاء نعود ياكم الجزء الاخير من حلقه اليوم من برنامج حوار مفتوح وضيفنا النائب صباح صبحي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. كنا نتحدث عن الاستثمارات والبناء وخدمه المواطن وكثير من الامور اللي تخص المواطن وما قدم حكومه تقديم كردستان لشعب كردستان وضعف الخدمات اللي موجوده في المحافظات الاخرى العراقيه. بالرغم من الان وصل سعر النفط خيالي يعني رقم كبير 120 و 130 ويسعد ويسعد انتم بالبرلمان بقوله قلتوا بعدكم ما قعدتوا ما تفكرون تسوون فد شيء يعني ما صار حديث نعم يعني هنا اكو اه مجموعه من التوجهات اللي موجوده داخل البرلمان هو اولا مساله اه سعر الصرف كان هذا ال شيء يعني مسبقا ولحد الان يعني مساله في غايه الاهميه باعتبار انه احنا نعتمد يعتمد سعر الصرف للدينار العراقي على سعر البترول النقطه الاولى والنقطه الثانيه على الاحتياطي احتياطي في البنك المركزي واكو مخاوف من انه اذا احنا ربطنا سعر الصرف بالنفط صراحة فراح تكون بجوز ينزل اي راح تحل كارثه بالنسبه م. للصرف العراقي لانه اكو تذبذبات بالسعر الصرف م. بسعر البترول ممكن يعني ان يكون شوي يعني مو كلش ينزل ولا كلش يصعد يعني في رقم معين وسطي هذا الامر يعني حساس جدا ليش؟ لانه سعر الصرف اذا انت أه تتلاعب به لازم اكو هناك حسابات م. حسابات اهمها نسبه التضخم النقطة الثانية إلى أي مدى هذا إيفاء العراق بالديون الخارجية لأنه أكو مليارات هم من باقية للديون الخارجية للشركات النفطية النقطة الثالثة هل تتوافق السعر الصرف للواقع الحالي لأنه مسألة البلدان النامية ما عندها إنتاج خصوصا العراق هسا عندها إنتاج بس النفط ماكو ما صناعات ماكو ما ما شيء يسنده ماكو شيء يسنده يعني اذا توقف النفط شيء شنو اللي راح يصير؟ يعني احنا شفنا في فتره سابقه في زمن الكوفيد 19 يعني توقف النفط يعني صارت البرميل بالدولار واحد سالب قامين ينباع اي سالب يعني شوف هذا يعني احنا ماكو ضمانات يعني شنو الضمانات اللي احنا نعتمد على انه بعد شهر يبقى هذا السعر نفسه ماكو اذا هذه الحسابات الاقتصاديه هي حسابات حساسه وما ممكن العاطفه تدخل بي لانه أكيد. اذا العاطفه احنا سويناها بداخل كل شيء داخل الاقتصاد راح تبقى في القانون ايضا هنالك توجد العاطفه يعني مساله الرفق بالمجرمين على سبيل المثال يعني هاي فكره يعني اكيد ممكن خلينا نرجع للحكومه في حال مشت الامور طبيعيه والتحالف الثلاثي شكل الحكومه وكان هناك معارضه هل سيؤثر على تشكيل الحكومه على علاقاتكم مع الاتحاد في حال عدم دخول الاتحاد الحكومه لا بالعكس احنا الاتحاد الوطني هو حزب رئيسي في اقليم كردستان مشترك في حكومه اقليم كردستان مع عدنا اي شيء نائب رئيس الوزراء السيد قبار طالب لا يعني لا يعني انسان محترم و ايضا يعني هم يعني الحزب الديمقراطي مؤيد للمؤسساتيه في اقليم كردستان مؤيد للعمليه السياسيه يدين كل التحركات اللي راح تصير مستقبلا يعني احنا اذا صار عندنا هم يعني خلافات هذه الخلافات ممكن تجاوزها في مرحله سابقه يعني مقبله، نعم. طيب ممكن نعم. هذه الحكومه المقبله في حال تشكلت من قبل التحالف الثلاثي ان تنهي الخلاف ما بين اربيل وبغداد على كثير من القضايا تحدثنا عنها في وقت السابق. تعتمد على تركيبه، التركيبه اللي تعتمد عليه هاي الحكومه اذا كانت حكومه يعني تعتمد على الدستور. نعم. فهذا الشيء يعني أنا متأكد بأنه كل المشاكل راح تنحل أه. لأنه إحنا عندنا إحصائية لعدد المواد الدستورية التي تم خرقها من قبل أه. الحكومة تزيد خمسين مادة يعني أه. أكثر من خمسين مادة مخترقة يعني لا, 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 يمكن العمل بها مثلا المادة 65 مثل الاتحاد المادة 106 الهيئة المشتركة ل الاقليم والحكومة المركزية هاي همينة متروك على الرغم من انه اكو قانون صدر يعني م. تم تشريع قانون عليه يعني اكو هواية من القضايا طيب هوات. من الذي حرك موضوع موضوع تصدير النفط في اقليم كردستان او قانون النفط والغاز في اقليم كردستان؟ هناك جهة اكيد قامت بتحريك هذه القضية في المحكمة احنا احنا ما نتهم اي جهة لكن هنالك تساؤلات <applause> لماذا في هذه الفتره بالضبط اقول لك يعني, إيه يعني اذا أنت يعني اذا كان كاظمي مثلا يعني لا هو محكمه الاتحاديه احنا مصرين انه حسب ما 19 انه في الدستور العراقي انه القضاء مستقل واحنا يعني متاكدين على اي القضاء. اساس استندت المحكمه الاتحاديه استندت على الدعوه المقدمه سنه من؟ 2012 من قبل وزير النفط السابق يعني وكان ايضا دعوه اخر 2012 نعم هسه طلعت اي هذا التساؤل وبعدين اكو هم دعوه اخر عام 2019 ايضا دعوه ثانيه ف من قدم الدعوه؟ همنا من موكلي, موكلي وزارة النفط. وزارة النفط طيب وزير ف... وزارة النفط يقدم دعوة بدون ما يرجع لرئيس الوزراء؟ هو اكيد يعني 2012 انت تعرف يعني السيد نوري المالكي كان طيب هم اعتمدوا هسه محب... على 2012 وعلى 19؟ على اثنيناتهم وحدته يعني هذا القرار اللي صدر من المحكمة الاتحادية طيب من حرك هذه الدعوة هسه؟ هو احنا من من اتهم اي طرف تعرف من له مصلحة؟ والله خلي نشوف يعني احنا احنا اللي عندنا هو رئاسة الجمهورية زين الجهات المعترضة على احنا نصير رئيس كمرشح عندنا مرشحين يعني ما مرشح مرشح نعرف يعني, يعني احنا ما نتهم اي طرف ممكن يكون السيد مالك له يد ما ممكن يعني احنا نتهم اي طرف حقيقه لانه هاي مسؤوليه اخلاقيه ومسؤوليه قانونيه او لاطار تنسيق بشكل عام لتعطيل احنا او احنا لو عدنا وضع لوضع لوضع حجر عثر في احنا عندنا تساؤلات انه لماذا في هذه الفتره الحساسه؟ النقطه الثانيه لماذا تم قراءه الدستور بنظره قانونيه صرفه؟ لانه توجد هنالك في الماده 115 في الدستور العراقي لحقل الاقليم يحق يعني هنالك اختصاص صلاحيات المشتركه يسموه صلاحيات المشتركه بين الاقليم والمركز مركز نعم يعني احد هذه الصلاحيات انه مساله استثمار في النفط بعدين عندنا ماده مستقله طيب على اي استند على اي نقطه في الدستور استندوا؟ هو استند هاي المشكله الثانيه اللي احنا كنا نريد نعتمد عليه انه استند على الماده 111 و112 وغيرها وهم من استند على قانون شركات النفط في قديم. عام 1976 شوف هذا المفارقه رجع على رجع على القرارات التي تم تمت اصدارها من قبل حكومه البعث سابق. اللي <applause> ما تعتمد على اي شيء اخر غير حكومه مركزيه عقليه مركزيه تعرف شنو استاذ ياسين مساله النفط هسه في في كافه دول العالم يعني تطور استخراج النفط وكيفيه بيعها والحقوق اللي تترتب عليها مين. الحديث عن بعض القوانين صارت يعني قديمه يعني ما ممكن اعتمادها خصوصا اذا كانت وراها في عقليه مركزيه احنا تجاوزنا العقليه المركزيه عام 2005 دستور دستور فيدرالي اتحادي وهذا المادة الخاصة والسيد الرئيس رئيس الوزراء مسرور البارزاني في المؤتمر الصحفي يعني حلل الدستور العراقي يعني بطريقة مذهلة شون المادة الخاصة بصلاحيات الحكومة المركزية يعني مادة خاصة خاصة لها وأيضا الحكومة الإقليم تجي المادة 111 ال111 هي مادة مستقلة تقول ان النفط هو ملك للشعب العراقي، مو ملك للحكومة العراقية. طبعاً. يعني هاي النقطة إذا كانت من صلاحيات الحكومة المركزية، لماذا لم تدخل إلى المادة الخاصة بالصلاحيات الحكومية المركزية وتنتهي؟ إحنا ما كنا نتكلم عنها. يعني عن يعني يفسر في رأيك بعض النقاط حسب أهواء معينة. أو بالدستور يعني هناك تسييس واضح مم. لقرارات المحكمة الاتحادية والتوقيت دليل والاشارة إلى القوانين القديمة دليل آخر وثالثاً النظرة القانونية الصرفة للمواد الدستورية احنا نعرف زين إنه المادة الدستورية عبارة عن مبادئ مم. هذه المبادئ احنا ما نعرف المواد الدستورية بأنها قوانين لا. هي هذه مو مواد قانونية مواد القانون مبادئ. يستند عليها إي مبادئ مم. هذا المبادئ استندت على فحوى يعني هذا الفحوى اساسا اتفاق سياسي مسبق بين السياسيين على كيفيه شكل هذا الدوله الدوله العراقيه الاتحاديه الفدراليه زين احد مبادئ الفدراليه هو وجود صلاحيات للاقاليم الفدراليه وجود صلاحيات مشتركه وجود طيب. ايضا صلاحيات ما هو المركز. الغرض من هذه النقاط رسالة الصير الان نعم لتحريك هذه القضايا رساله موجهه بالنسبه لنا انه احنا همنا موجودين واقوياء ونقدر همنا نفرض عليكم امور شنو موقف الحلفاء؟ التحالف الثلاثي حقيقة احنا هسه حاليا التحالف الثلاثي اثبت نفسه في مسألة فتح باب الترشيح وكان نسبة التصويت لهذا القرار دليل على هذا هذا التحالف كم صوت كان؟ هو كان عدد الاصوات الممتنعين 62 صوت مه. وعدد الاصوات اللي مع القرار 203 اصوات. ما شاء الله أي فهذا دليل على ان التحالف الثلاثي تحالف موجود. ثابت نعم. واستراتيجي ومستمر واذا كان اكو اي شرخ بيه كان يبين من هذا ال من هذا عدد الاصوات. على مود هذا انا اقول ان التحالف الثلاثي اكثر من 200 نائب وهذا يعني دليل على انه مساله نريد الغرض اي السبب اللي دي يعني موجودين وين موجودين موجودين نقدر نعرقل موجودين نقدر نوقف التصدير نقطع قوت الشعب هذا اللي يعني هذا هذا اللي ديسوه هو, هو من يعترض يعني على قانون نفض الغاز مال الاقليم يعني تعالوا لا تصدر نفط وتقعد الناس لا رواتب ولا عيشه ولا كل شيء هو اصلا يعني ايضا هنالك التناقض رئيسي في مسألة إحنا في عندنا قانون الموازنة 2021 وعندنا المادة 11 تابعة لإقليم كردستان كيفية التعامل مع هم إيه هذا ايه يبين جيدا انه احنا عندنا 250 الف برميل يوميا نصدر نعم موجوده وهذه المستحقات ضمن الموازنه من ضمن الموازنه وهم يخولون أنه نستعملها من أجل الرواتب ويزيدون عليها 200 مليار دينار <applause> هذا هو الاتفاق السياسي اللي صار إذا كان هنالك خلل كيف ممكن لحكومة أنه تعقد هذا الاتفاق السياسي <applause> يعني؟ هل هذا يعكس عدم التفاهم ما بين شلون نقول الاركان الاربعه الموجوده في الدوله اللي هي البرلمان والحكومه والسلطه القضائيه وال يعني اكو جهات اساسيه هي في الدوله، هل عدم تفاهم مو... عدم وجود صوره واضحه للجهات هذه ان توصل الى نتيجه واحده او فكر واحد، يعني احنا شفنا لقاء لقاءات ما بين الزعماء يعني بين رئيس جمهوريه ورئيس وزراء، رئيس وزراء ورئيس المحكمه الاتحاديه رئيس البرلمان مع يعني هذول الاربع نق... اربع جهات ما ممكن ان يعني يكونون في تصور واحد في نهج واحد لخدمه الشعب لخدمه المجتمع هو مفروض يعني مو هذا صحيح هو احنا نقول اكو هنالك فصل بين السلطات هذا النظام البرلماني فصل لا. بين السلطات لكن كل سلطه تكمل الاخرى تكمل اخرى أخر؟ نعم يعني ماكو ما سلطه ما ممكن انا اعارض سلطه اخرى او تكون بالنتجة. بسبب هوا شخص معين إيه؟ او بسبب جهه معينه ماكو هيك شيء حتى السلطه القضائيه لازم تضع في نظر الاعتبار مصالح الشعب ثم تقرر هذا لانه المحكمه الاتحاديه هي محكمه سياسيه قانونيه دستوريه في نفس الوقت يعني هي تاخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب فهذه القرارات اللي تصدر هذه قرارات ما مو لصالح الشعب، يعني طبقه من الموظفين اللي يعتمدون على الرواتب، هاي كلها يعني يتاذون، يتاذون من هذه القرارات، فكيف ممكن انه نفسر هذه؟ من ناحيه اخرى يعني عامه الشعب تقريبا اكثريه الشعب يتاذى يتاذى، مم. فبعدين مساله السلطه التشريعيه، احنا كسلطه تشريعيه في البرلمان العراقي، يعني احنا لازم أه نشكل الحكومه ونكون رقيبين على شنو؟ على مساله الفساد، على مساله التجاوزات، على مساله عدم الايفاء بالبرامج الحكوميه، وزاره معينه تعطي أه يعني تخطيط لها تقول انا راح هاي السنه راح اشتغل على هذا الاساس، فاحنا نراقب هذا الشغل ما ممكن ان نكون احنا عوارض او مصدات للعمل الحكومة يعني هذه الفكرة الأساسية فمع الأسف يعني القوى السلطوية خلينا نقول احنا نسميها هذا لحد الآن ما كونت شيء متكامل يعني بنية متكاملة ممكن الاعتماد عليه هاي البنية المتكاملة ممكن أن احنا نقدر هذا الجهه التنفيذيه اخر نقطه اللي احنا لازم نوصلها لان الجهه التنفيذيه هي نقطه التواصل مع المواطن نقطه مباشره والمواطن فاذا كان كل هاي الخطوات هي خطوات يعني مناسبه وخطوات جيده فالانتاج همنا المتمثل بالسلطه التنفيذيه تكون جيده وراح يرتاح المواطن لانه اكو يعني خدمات اكو انجاز لاعمال ممكن انه تخدم المواطن من قريب هاي المشكله اللي عندنا بالعراق ماكو تواصل ماكو يعني اكتمال لعمل الاخر كثير من البرلمانيين ما سابقا وجوز حاليا ما اعرف نعم. يعني شفناهم دخلوا في مشاريع واستثمارات ويحاولون ان يدخلون في كل من طبعا في محافظته أن يأخذون مشاريع واستثمارات وغيرها وغيرها وما يفكرون مثل ما قلنا في في أنه يصدروا قرار اللي مصلحة الشعب أو إصدار قرارات أو أو شلون نقول مواقف ممكن أن تنهض بالمجتمع وبالشعب، شوف يعني مثل ما صنعوا في البنى التحتية في قيم كردستان لأن أنت عن العراق ما نائب عن قيم كردستان فنتحدث شوية عن المحافظات الأخرى. يعني شوف محافظات بائسة خدمات ماء حتى الماء كهرباء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يخطر في بالك تبليط الشوارع الجسور يعني لحد بغداد من الثمانينات ولحد الان هي هاي جسورها وهاي شوارعها صح وحتى المحافظات الاخرى يعني هسه تشوف حوادث السرقات والاغتيال والدقات العشائريه وهذه الامور كثيره تصير ترى بسبب يعني هذا الناس دايخه في في وفي مشاكل الحياه البسيطه فتصير هذا الضغوطات وتصير هذه المشاكل صح ولا انا غلطان ما اعرف لا حقيقه يعني هذا اللي حضرتك اشرت اليه وهو انه مساله الماء على شكل يعني على سبيل المثال الماء هو يعني ابسط حقوق الانسان <applause> اذا احنا وصلنا الى فصل الصيف راح تكون ايضا مشاكل دون شك في مناطق في البصره أكيد في جنوب العراق يعني شوف يعني هاي الحكومه اللي تشتغل مليارات الدولارات لم تستطع تحليه الماء لحد الان او البحث عن كيفيه ترشيد استعمال الماء لانه هاي هاي المشكله في العراق لا توجد هنالك برامج ولا فهاي الامور راح تؤدي الى يعني امتعاض المواطنين على مساله الحكومه ويعتبرون الحكومه مو حكومتهم حقيقه حكومه لاشخاص منتفعين من من السلطه وينتفعون بالامتيازات الموجوده لهم فهذا الواقع لازم تتغير حقيقه لانه العراق اذا وصلنا ل 222 هذا السنه ممكن انه راح تنقلب كل الامور اذا استمر العراق على هذا الاساس لانه المواطن يعني لحد امتى يستمر يبقى, يبقى ينتظر يعني اكثر من هذا الوقت هذا الالم اللي يصير بعدين اكو هنالك اجيال صاعده يعني هذول الاجيال ما يعرفون يعني يشوفون البلدان الثانيه على سبيل المثال جواري الان حرق. صار عندهم صار عندها التليفون يشوف كل شيء كل شيء يشوفه تشوف يعني يعني اغلب شبابنا انا هسه اشوف شباب دولة الخريجين جدد والاعداديه يا تحكي شلون اطلع لامريكا؟ شلون اروح لاوروبا؟ شلون ليش هذا الجيل يعني حرام؟ والله حرام يعني, 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 يعني الهجره اللي صارت يعني اساس اساسها, أساسها وعدم وجود امل بارقه امل بالضبط في بالضبط الواقع بالضبط, بالضبط فلازم تتغير هاي الامور اذا اذا ما تتغير راح نواجه نواجه مشاكل واملنا بكم ان الله البرلمانيين الجدد ان شاء الله هتكونون سند لنا وللشعب انا يعني اشكرك سعاده على هذا اللقاء الشيق والجميل كلمه اذا تحب توجهها اشكركم اشكركم على اللقاء واريد توجهها ايضا للمتخاصمين بلكي يعني والله نتمنى انه احنا نتفق أيوه. نتمنى ان يكون هناك توافق مو على مستوى البيت الكردستاني على مستوى المستوى العام البيت الشيعي البيت, البيت, البيت نعم. السني يعني هذا هو اساس يعني اساس التركيبه السياسيه الجميله اللي بكثير. احنا نمتاز به كعراق يعني مركبه ومتنوعه فيا ريت هذا التنوع يعني يصير خير بالنسبه للسياسيين. شكرا يعني. شكرا جزيلا يعني شكرا, شكرا ايضا اكيد احنا نتمنى من قادتنا السياسيين وايضا برلمانينا ان يتوصلون الى حلول ويتوصلون الى امور ايجابيه يفكرون في مصلحه الشعب، يوصلون في مصلحه المواطن الفقير وكيف ان اقدر اوفر له حياه سلسه وسهله للمستقبل وللأجيال اللي راح تجي. كان لقاء شيق مع النائب صباح صبحي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه تحياتي تحيات كادر العمل في برنامج حوار مفتوح إلى اللقاء